المرأة رمز السعادة التميز، لذلك خصصت أم الإمارات حفظها الله ورعاها في دولة الإمارات 28 أغسطس يوما مميزا لتتويج إنجازات المرأة الإماراتية والعربية على جميع الأصعدة. أشكر قيادتنا وأشكر أم الإمارات التي تدعم وترتقي دائما بالمرأة في جميع المحافل. يسعدني أن أكون إحدى تلك النساء في دولة الحبيبة، فالإمارات بصمة وكل شخص فينا يرمز ويعبر عنها. أختكم عائشة علي البيرق، مستشار أسري ومدرب دولي.